إجراءات حماية بيانات عملاء المصارف اتجاه نحو استخدام أحدث التقنيات مع تطور طرق الاحتيال. مرحبا من جديد. بدأ أحد البنوك الأردنية بتقديم نظام بصمة العين كبديل عن البطاقات التقليدية للتعرف على هوية العميل. يأتي الإقبال على هذه التقنية بعد أقل من شهرين على إلقاء القبض على عصابة أجنبية سرقت أرصدة العديد من عملاء البنوك عبر السطو على بيانات بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم. لم تعد هذه السيدة بحاجة إلى بطاقة الصراف الآلي والتي يمكن أن تسرق أو أن تضيع، ولا بحاجة أيضا لأن تحفظ رقمها السري والذي يمكن أن يسرق أو أن ينسى ببساطة. فرقمها السري أصبح بصمة عينها، وهي بحاجة فقط لثواني قليلة حتى يتعرف هذا الجهاز على قزحية عينها ليتيح لها سحب نقودها أو القيام بأي عمليات مصرفية أخرى. هذه التقنية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة يعول عليها في مكافحة عمليات القرصنة والاحتيال عبر بطاقات الصراف الآلي بشكل نهائي، فيما يؤكد واضعوها عدم تأثيرها بأي شكل على سلامة العين كما يردد البعض. الهدف منه هو حماية العملاء، وهذا النظام يمتاز بدقته المتناهية حيث لا يمكن تزويره في أي حال من الأحوال، ويحتاج النظام إلى التقاط صورة العين مباشرة، لا يمكن أخذ تسجيل أو صورة فوتوغرافية بديلا عن ذلك. ولعل إقبال البنوك على تطوير أنظمة الحماية والأمن لديها يأتي في ظل تزايد حالات الاحتيال المالي، فلقد ألقت الأجهزة الأمنية في الأردن قبل أقل من شهرين القبض على عصابة يحمل أفرادها جنسية إحدى دول أوروبا الشرقية، قامت عن طريق إضافة هذه القطع الإلكترونية إلى أجهزة الصراف الآلي بالسطو على بيانات في سرقة أرصدة هؤلاء العملاء. قد تكون أعداد هذه القضايا قليلة، ولكن آثارها المادية والمعنوية قد تكون كبيرة. ما يميز هذه الجرائم بشكل عام، وهي الجرائم المستعددة حقيقة، أنها ذات طابع دولي، بمعنى عابرة للأوطان. قد الشخص منفذ الفعل الجرمي من خلال وسائل التقنية الحاسوبية والأنترنت والإيميل قد يكون خارج البلاد. هذا يستدعي حقيقة أن يكون هناك جهود دولية متكاتفة في هذا الجانب. ويؤكد مراقبون بأن خطورة هذا النوع من الجرائم تأتي بسبب قلة وعي الكثير من المواطنين بآليات حدوثها، فضلا على ضعف التشريعات المتعلقة بهذه الجرائم، رغم أن حجم الأموال التي تم سرقتها بالعام الماضي عبر تزوير بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية حول العالم زادت على 10 مليارات دولار. تتطور أدوات وأساليب الاحتيال المالي، وتتطور أيضا الأدوات الكفيلة بمكافحته، وما يأمله المواطن ومن خلفه المؤسسات المالية والبنوك بأن يبقى التفوق دائما لصالح الأجهزة الأمنية في هذا السباق الصعب. أحمد جرار، الجزيرة،